لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أقولي ما كاش من هالشباب اللي أنا رجل عندي وجه عليها. أسوبوالا أنك تخرجي في عرس وتقول لهم بلي راجلي ما تزوجش عليا. أقسم لك بالله العلي العظيم وراس هذا المصحف الطاهر كلام ربي، واني نقول بلا كلام بشي مليح. إذا راجلك تزوج عليك بتقبو غبوبي. خديجة عبسي مولات البيكانتو شعرها هيك حل، عندها ما عندها لا دوارة لا بوكلة، عندها طايز بيلت وشري لها أودي وموتي بالقنطة وروحي شوفي لي كاميرا سيرفيونس في إقامة حبيبيز، وكاين الشهود وكنطلعهم لك في اللايف اللي حضروا الفاتحة، وما تخلطيش فيا يا البقرة. سمعتي؟ المهم أنا درت الباز والخبر حقيقي، ومين ما صدتي ما قديتيش أنا ما عندك ما تقديلي شابة تسليلي هذا كاتولوزي يضربني نباصيه ولا نرسله هنا فريج معي يضربوه نورمال عادي. شابة ديري لي تشكيبية على عدالة العار تاع الجزائر عند وكيل الجمهورية ولا عند الجماعة تاعك اللي خدموا عبدوتي وكردان عبد القادر الشراو تاعك، ولا عند الكوميسار بالبشير عبد الوهاب ولا الكوميسار بالجلالي اللي دخلتي في لاص الحبس. ايه هو خيرا ما تقدريش يعني في دولة القانون في فرنسا لا تشكي بيا حدا مني يديروا لي يضربوني بأموند. ايا نحبس الخدمة ونوعد في الشوماج نقول لهم عندي سيدي القاضي عندي غير الأرسة باش ناكل ونشرب ما عنديش باش نخلص لاموند تدي الشعر ولا عطاوني أموند. كنت هي ما كاينش مقيمه في فرنسا، كنت مقيمه في الجزائر الجزيره تاع تبون مزور. قلت لهم لا كلاس شابه دليله فام دو كلاس اميره هيا اميره رانيا سلمى بن الام الامراء تاع المغرب هذوك لي فام دو كلاس. انت كنت تخدمي لي باس حبت امه وين راكي وين جاتك فام دو كلاس؟ كنت تخدمي لي باس ورجعتي هنا فام دو كلاس كنت تخدمي لي باس وانتي كان طايح فيك خو راجلك يوسف شادلي سهير شهير بسففو اللي رقد معاك شحال من خطره وانتم عائله هايله وراجلك على باله ونسابك شيخك وعجوزك على باله. هذه حقيقه دليله ما نروحوش ما ندرقوش على الشمس بالغربان يفو دير لا فيغيتي واش من فام دو كلاس. راكي شفتي روحك ولا ما شفتيش روحك؟ راكي كيما طبت الزرعه بخي فام دو كلاس ما تخدعش ما ترقدش مع راجلها. انت كنتي طايح فيك سففو كي كنتي تخدمي لي باس في الجوهره في 2006 2007 قبل ما تعرفي بامين شيطانة اللي كان بوه بيجوتري كبير وكان هو وخوه سففو كانوا يخونوا بوهم. اللي فام دو كلاس ما تعيرش شيخه تقول له يا حاج قوطي يا الدايوت وتبغي تضربه. اللي فام دو كلاس ما تدمرش راجلها باش يشكي بختها وتباصيها. اللي فام دو كلاس ما تدخلش صاحبتها الانتيم سوميه التيمه اللي خبروا فيا دخلتها الحبس اللي دات لك امك وبوك للامراض. اللي فام دو كلاس ما تخدمش بنتها سولاك قرصونه عند راجلها وتخدم لها وتنقي لها الكلاب وتطيب لها. اللي فام دو كلاس يا شابه دليله ما تبيتش ولدها مسكين زكي في البالكون يخراو يبول في البورصه. اللي فام دو كلاس ما تديش اتفاق مع راجلها باش ما تصرفش على ولادها مراجلها الاول المكاوي اللي حرقك ما في خاضك ولادك غابلتهم مع احترامي ليهم سولاف وزاكي اللي راها مسكين داه خاله. قولي لي زاد دليله خوك الحدايدي علاش مين تزوج ما عرضكش للارتاح تبرى منك وبوك فانك كانك باغي تبرى منك لو كان شي موك الهواريه ضربت عليك. وانا دخلتي بغيتي تدخلي سلفتك فاطمه للحبس حتى من جات طلبت منك الاعتذار وعيط لها عيط لهم الكوميسير بالجلالي عيط الامين شيطانه قال له بلي اختك راهي خرج فيها موندا ديبو هربتوها هي وبنتها وسففوا في البوطي تاعكم يتخدموا فيه الحرقه من عين تموش من رجقون من عين تيموش. انت اللي فام دو كلاس يا شابه دليله مع احترامي لكل الهجالات ما تديش دعوه الشر من طفله بريئه اللي ربيبتك بتأمن الشيطانة اللي جايبها في الحرام مع صاحبته الأولى اللي هي اسمها رشيدة
اللي حرمتها وشرطتي على امين قلتي له ما لازم تصرف عليها، هو يصرف عليها من تحت لتحت، نتفاهم عمه اللي مربيتها فهم دوك الناس. خوها ما يتبرش منها، خوها عندك خوك حدايدي وراجل وزاعين في منطقة عين الترك وما يشمكش، وكي تروح يتغافريهم في داركم يقول هم اللي العاهرة جات مرت الدايوت، وراجلك امين شيطانة يموت منه خسكو يبوكسيه. انت تكرهي زهوانية خسكو كنتي تخدمي قرصونة عندها انت وامك، مع احترامي حتى انا امي بالك مسكينة كتقرصن عند النساء، ماشي عيب خدمة الحلال ما فيها عار. وعروستي وسلمى وفي سلمى وتحبس عن سلمى ويحيى سلمى 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 وصاحبي ونسكن وراك كيف كيف شن شن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.